نعمل التريلز اللي احنا شفناها دي، هنروح ل موجراف، نحط تريسر. طبعا الموجراف احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل الممل في الكورس الخاص بالسبيشال افكتس والموجراف والديناميكس الخاص بسينما 4D، واللي موجود على مركزنا التعليمي في gfxacademy.net. طبعا التريسر هو وظيفته انه بيتتبع اجسام وبيعمل ليها خطوط او تريلز. مجرد اصلا ان انت كنت محدد الاميتر ونزلت التريسر، هو بياخد الاميتر كتريسر لينك. لو انا جيت عملت بلاي، هلاقي دلوقتي اصبحت لو جينا نبص على حاجة اسمها التريس باسز. التريس باسز هو على فكرة التريسنج مود او التريسر بحب استخدمه قوي مع الثينكينج بارتكلز، لكن خلونا نتكلم في التريسر كبيزك سيتنجز عشان ما نخشش في مواضيع جانبية. لو رحنا في السامبل ستيب، كل ما بتزيد وكل ما وقت الرندر بيكون اسرع، بس كل ما التريسنج بيكون مش دقيق. اللي يهمني بقى ان التريسر ده احوله لحاجة اقدر اشوفها، وانا كده مش هشوفه. لو عملت رندر انا مش هشوف غير الكيوبس، لكن مش هشوف اي حاجة من اللي معمول لها تريسنج. ليه بقى؟ لان التريسر لازم له سويب نيرباس علشان يشتغل معاه. طيب لو انا روحت خدت سويب نيرباس، تريسر نقدر نعتبره لاين. طيب حط تريسر سويب نيرباس مع مين؟ مع الاميتر. بس اعكس بالمنظر ده كده علشان لما اعمل كده، اسف مش مع الاميتر، انا سرحت. هقول له يبقى سويب مع حسب الشكل بتاع التريل اللي انا عايزه. ممكن ريكتانجل ونعمله فيلت، وممكن سيركل. انا هخليها ريكتانجل. طبعا القطر يبقى صغير قوي، وليكن نخليه 5×5، ونخليه راوندينج نخليه وليكن 2، ونحطه مع التريسر بالشكل ده كده. طبعا اعتقد برضو 5 كتير، ليكن 2×2، ونخلي الراوندينج وليكن بنص، ونجرب. كده هلاقي له تريلز اقدر ان انا اشوفه منها. بس عندي مشكلة كبيرة، ان التريلز دي مستمرة معايا. طب انا عايز كل بارتكل يبقى له التريل بتاعه وياخده وينتهي ويطلع يعني. طيب تيجي ازاي؟ تيجي بان انا اعمل ستارت واند للتريسر اوبجكت. لو احنا بس مشينا فريم لقدام عشان اجيب البارتكل، طبعا شوف جايه من هنا لغايه هنا. لو انا رحت للتريسر، عندي في التريسر حاجه اسمها ليميت، تقدر تعتبر ان الليميت دي كانك بتقول له تريم، يعني اقطعه. هروح للليميت واقول له فروم ستارت، وافضل ازود في الاماونت ده لغايه ما يقطع لي التريسر زي ما احنا شايفين. طبعا هزود اقول له مثلا وليكن 50، from end مش from start. طبعا انا مش هشوفها كويس، فنخلينا من هنا. اعتقد نخلي 100،
مش فاكر والله هي فروم ستارت ولا فروم اند، بس اعتقد ان هي فروم طبعا العدد كبير جدا. تمام، لكن واضح ان هي ما تأثرتش باللي احنا اديناه لها. طيب اخلي الاماونت اصغر من كده وليكن 20. كده هنطوله سنه 50. طيب نخليه 30، لان انا عايز الديل يبقى صغير قوي. طيب تعالوا نروح لقرب ال بتاع نفسه. هنخلينا وراه بقى لغاية ما نجيبه 0 ستارت. لو انا خدت دي خليتها 40، وحتى نقلل عدد البتاع ده شوية، خليه 5 مثلا، يعني عشان نعرف نشوفها بشكل اوضح. نمسكه واحدة واحدة، والتريسر متعب شوية في الحتة دي. لو قلبناه فروم اند ونجرب، كده مظبوط، كده بيطلع اهو. بس نخلي دي بقى ولتكن 10، بحيث يفضل 10 فريمات. بالظبط، كل واحدة طالعة معاها التريل بتاعها اهي، كده مظبوط. انا من الاول قايل فروم اند، بس هو الواحد كان بيجرب. ممكن نخلي دي مثلا 8، بحيث يبقى التريل اقل من كده. لو احنا رجعنا للزاوية بتاعت الكاميرا هنلاقي فعلا كل واحدة طالعة معاها التريل بتاعها او الديل بتاعها. طبعا ممكن نكبر عن كده شوية الريكتانجل، ممكن نخليه 5، مفيش مشكلة بقى، ماشي. لكن في السويب نيربس نفسه هاجي على الديتيلز واقلل السكيل، تمام، بالمنظر ده. واجي على، انا عايز اروح ابقى قريب منه كده بحيث ابقى شايف شكله واضح. امسك الكلونر ده، عايز حاجة اعرف الف حواليها والاميتر. ممكن هروح للريكتانجل نفسه واخلي الراديوس بتاعه وليكن ب1.5، مقبول 1.5. والتريسر لو انت عايز تخليه سموث، خلي التايب بتاعه مثلا بيزير او بي سبلاين. اعتقد اجمل بكتير. بس طبعا بقى لو رحنا هنا رجعنا ده، اخليه 12، بحس يعني ما ناخدش وقت. طبعا دي حسب الديزاين بتاعك. الاميتر والويند هما الاتنين دول انا عايزه منزله تحت شوية، بس عشان ما يجيبليش بارتكل ورا او تحت بتاع. بس ايوه بالظبط كده، عشان يبقوا في وش الكاميرا فيبقى شكلهم كويس. طيب كده خلصنا من الجزء بتاع البارتكل، ونعمل برضو تيست ريندر في مكان ما من، وخاصة بحب ان يكون حاجة قريبة كده بحيث لو فيها عيب تبان. لا اعتقد تمام، مفيش فيها اي مشاكل. الميتر بس هكبره، هو كبر الواي سايز واخده هو والويند، ارفعهم فوق شوية. تمام بالشكل ده كده. بعد كده عندنا ايه؟ عندنا بعد كده الجزء بتاع
الخامات والإضاءة الخاصة بالمشهد. طيب نفتكر مع بعض كده في ايه تاني علشان ما نبقاش نسينا حاجة. تعالوا نعمل الاول الشغل بتاع الاكسترنال كومبوستنج عشان نبقى خلصنا الجزء ده، وبنتكلم على خامات واضاءة بس. طبعا الكلونر ده هيبقى لوحده كأوبجكت، الكلمة لوحدها كأوبجكت، البارتكلز لوحدها كأوبجكت، والسويب نيربس لوحده كأوبجكت. هروح للكلونر، رايت كليك، سينما فور دي تاجز، كومبوزيتنج تاج، وعايز من الكومبوزيتنج تاج الأوبجكت بافر عشان يطلع جزء لوحده. طبعا لو انت عايز تفتكر الموضوع ده بالتفصيل في الكورس الفري اللي كان معمول اونلاين بالتعاون مع أكاديمية الجودة لأجلك اللي كنا عاملينه في رمضان اللي فات، كان في محاضرة تقريبا المحاضرة رقم 7 في الكورس المجاني كانت بتشرح بالتفصيل التصدير من السينما للأفتر. نخلي أول واحد أو الكلونر نخليه أوبجكت بافر رقم 1، كل واحد من دول هنديله أوبجكت بافر شكل، والتكست أوبجكت بافر 2، الإميتر أو البارتكلز أوبجكت بافر 3، والسويب خلاص هيبقى أوبجكت بافر رقم 4، تمام بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طيب الجديد بقى او اللي انا هعمله جديد احتياطي، هاخد لكل واحد من دول رقم مشترك، بمعنى ان انا زي ما تقول هلم السين بتاعتي كلها في اوبجكت بافر مشترك، بحيث ان لو احتاجته ما يبقاش في مشكلة، يعني يبقى كل دي يطلعوا لي تحت كاوبجكت واحد طالع من السينما للافتر افكت. طبعا هيطلع لي برضو كل واحد منفصل، يعني هيطلع لي ده وهيطلع لي ده. كل عليك تعمله انك تسلكت كل اوبجكت من دول، تمام، وتدي له رقم مشترك. انا وليكن مثلا اخد رقم بعيد او اللي هو رقم 12، وده هيبقى برضو مشترك برقم 12 لكن واخد لوحده رقم 2، وده رقم 12 لكن واخد لوحده رقم 3، وده رقم 12 لكن واخد لوحده رقم 4، تمام. ده بالنسبه للاوبجكت بافرز او تصدير الاوبجكتس من هنا للافتر افكت. نشوف كده ممكن نعمل ايه كمان، يعني كحاجه اضافيه. ما تيجي نروح للاميتر ونروح ل نجرب الهوريزونتال انجل والفيرتيكال انجل. على فكرة ده بيعمل روتيشن لنقطة المنبع، بس مش الشكل ده، لنقطة المنبع بتاعة البارتكلز. زي ما انت شايف بص كده بقت البارتكلز بتروح في كل حتة، بس هي زي ما بتقول روتيشن للقوة الدفعة، بس طبعا انا مش عايزها تنزل لي تحت اللاينز دي، فهكتفي بالروتيشن بتاع جزيئات البارتكلز نفسها، وليكن مثلا هقول 60 درجة، ويبقى فيه variation كل اهي بتيجي بتلف زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. ده كويس خلاص. وممكن كمان نعمل end scale وليكن ب1.5، ويبقى فيه variation وليكن 50%، وتانجنتيال عشان يبقى تابع للاتجاه اللي هو رايح فيه، تمام. بس خلي بالك تانجنتيال هيلغي هيلغي الروتيشن دي، فخلينا كده. تمام بالشكل ده كده. في الجزء اللي بعد ده ان شاء الله نتكلم على الخامات والاضاءة الخاصة بالمشروع.